فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل في فرنسا يقول: أعمل في حراسة المساجد التي تكون هناك، ويوم الجمعة تفوت علي الصلاة بسبب هذا العمل، فهل علي شيء في ذلك؟ مش يقول، يقول سائل من فرنسا يقول: أعمل في حراسة المساجد في ذاك البلد، ويوم الجمعة تفوت علي الصلاة بسبب هذا العمل، فهل علي شيء؟ إذا كنت مؤتمن على شيء وذهابك للجمعة يذهب هذا الشيء أو يسرق، فتبقى في مكان حراسك. أما إذا لم تخف أنه يسرق، ولا أو جاء واحد ينوب عنك من تثق به، فيجب عليك صلاة الجمعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.